مدبولي يؤكد تطلع مصر للتعاون مع الأمم المتحدة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي. الوكالة الأمريكية للتنمية أوقفت مساعداتها في الضفة وغزة. موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تزويد صواريخ برؤوس نووية. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. جهود مكثفة بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الأسبوع، حيث كان تعزيز علاقات مصر الإقليمية والدولية على أجندة الرئيس. المزيد في هذا التقرير. أسبوع جديد شهد نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتوطيد علاقات مصر الإقليمية والدولية. بدأ الأسبوع بإطلاق الرئيس السيسي خلال احتفالية صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة، التي تهدف إلى العلاج المبكر لكافة أشكال أمراض ضعف الإبصار، وإعلان الرئيس عن دعم المبادرة بمبلغ 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. مبادرة نور حياة اللي اتكلموا عنها دي، لما كانت الدكتورة غادة وزيرة التضامن قالت لي يا فندم في عندنا مشكلة كبيرة في أطفالنا في المدارس، ومحتاجين إن احنا نتدخل سواء بالعلاج الجراحي للمية البيضاء والزرقاء أو للقرنية، أو إن احنا نعمل حتى للأطفال ديت نظارات لهم، يعني بعد ما نعمل مسح طبي أو مسح لقوة إبصارهم. يعني أنا لو ما كانش في صندوق تحيا مصر فيه فلوس، يعني كنت هقول طب ادرجوا الموضوع ده في الموازنه بتاعتكم السنه الجايه ونبقى نتصرف في رقم لصالح الموضوع، لكن لان كان موجود المبلغ قلنا 1 مليار جنيه لصالح المبادره ديت. كما اعلن الرئيس ان صندوق تحيا مصر سيوفر 1000 وحدة غسيل كلوي من اجل علاج الاطفال المصابين. وحدات الغسيل الكلوي هم قالوا ان في محتاجين على وجه السرعه 1000 وحدة، فاحنا بنقول من تحيا مصر ناخد المبادرة ديت ونجيب 1000 وحدة. برضو انا بتكلم عشان ان احنا نرعى اطفال الغسيل الكلوي، احنا برضو صندوق تحيا مصر هو يتولى نفقات علاج اطفال الفشل الكلوي، اطفال الفشل الكلوي. تعزيز علاقات مصر الإقليمية والدولية كانت على أجندة الرئيس خلال الأسبوع، حيث استقبل الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، حيث بحث الزعيمان جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن آخر تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. كما استقبل الرئيس السيسي نظيره السوداني عمر البشير بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس السيسي أن الزيارة تأتي تتويجا للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح الشعبين. هذه الزيارة تتويجا للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح الشعبين وتأسيسا على القواسم العديدة والمصالح المترابطة التي طالما جمعت بينهما في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ. وقد تكللت هذه الجهود بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على 16 اتفاقية وساهمت في تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين. وأعلن الرئيس السيسي الاتفاق مع نظيره السوداني على أهمية مواصلة العمل على التواصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
لقد تناولنا خلال المباحثات العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهربائي والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلا عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات. كما تطرقت مباحثاتنا لتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وتناولنا أيضا التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والذي تم توقيعه برعاية مقدرة من السودان الشقيق. كما استقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني للبلدين. وعقب مباحثات موسعة عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله الرئيس السيسي الاتفاق مع ماكرون على زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وباريس وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ومن هذا المنطلق أكدت لفخامة الرئيس ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن حرص الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص. وأشار الرئيس السيسي أن مباحثاته مع ماكرون تطرقت لملفات الشرق الأوسط وأهمية التعاون الثنائي لتعزيز الاستقرار بأفريقيا. من ناحية أخرى، فقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعي، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل دون تجزئة، وهي حقوق توليها مصر أولوية بارزة. ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها. فالحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. كما أكد الرئيس السيسي الاتفاق مع ماكرون بخصوص العمل على مكافحة الإرهاب الذي يهدد متطلبات التنمية المستدامة ورفاهية شعبي البلدين. لقد شهدت محادثاتنا اليوم كذلك اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديدا مباشرا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتحدي الأكبر على ضرب تحقيق رخاء شعوبنا. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وفدي البلدين. كما اصطحب السيسي نظيره الفرنسي في جولة بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقدا المدينة التي أقيمت على مساحة 127 فدانا وتضم دارا للأوبرا وعددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث أشاد السيسي بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة، فضلا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد. من جانبه، أشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وعلى الصعيد المحلي، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية لمتابعة المنظومة الطبية، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وشدد الرئيس السيسي على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ومؤكدا التطلع لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. كذلك خلال استقباله السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والتي أشادت من جانبها بالمبادرات الناجحة في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية في مصر، كما أشادت بالتنسيق القائم مع وزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية في أفريقيا 2063. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة أن يكون الفكر الاستثماري حاضرا بقوة عند تنفيذ أعمال تطوير استاد القاهرة الدولية وجميع تجهيزات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بحيث تتم الاستفادة من الإمكانيات التي أبدى الرعاة المصريون والأجانب الاستعداد لها ولتوفيرها. وخلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وجه مدبولي بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الاستاد بفترة كافية من بدء البطولة، وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إلى أن الاجتماع ناقش آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية. أعلنت وزارة الخارجية تدشين صفحة على موقع فيسبوك تحت عنوان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تزامنا مع الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد. وكشفت الوزارة على أنها ستطلق حملة إعلامية تفاعلية حول الاتحاد على الصفحة المشار إليها خلال الفترة من 2 فبراير المقبل وحتى 5 من نفس الشهر، بهدف تعزيز معرفة متابعيها المعلومات الأساسية حول الاتحاد. اتفقت مصر وبلغاريا على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتشكيل مجلس استثماري مشترك وتوسيع الصادرات المصرية وتعاون في مجال الطاقة المتجددة. كذلك خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بالعاصمة البلغارية، ومن جانبها نوهت وزيرة الاستثمار سحر نصر إلى أن انعقاد اللجنة جاء ليدعم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلغارية بعد زيارة رئيس الوزراء البلغارية لمصر. أكد وزير المالية محمد معيط مساندة الوزارة لمنظومة التأمين الصحي، وكاشفا على أن الخزانة العامة ستلتزم بدعم الأعباء المالية للمنظومة وستتحمل اشتراكات غير القادرين وأسرهم. خلال ترأسه الاجتماع الأول للهيئات الثلاث الجديدة للمنظومة بحضور وزير الصحة، حيث أشار معيط إلى أن أهم ملامح المنظومة الجديدة تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وإحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين المصريين.
أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن الحكومة تتوسع حاليا في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف رئيس للسياسة المالية والاقتصادية للدولة. أوضحت السعيد إن 22 وزارة قامت بإعداد موازنات البرامج والأداء، مما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية على أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلية. أكد وزير النقل هشام عرفات أن تنفيذ مشروع توريد 1300 عربة سكة حديد بناء على العقد الموقع مع شركة ترانس ماش الروسية المجرية سوف يحدث نقلة نوعية في تقديم خدمة مميزة لركاب السكك الحديد. وتصريحات عرفات جاءت خلال لقائه مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، حيث بحث الجانبان موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين. وتم التأكيد خلال اللقاء على أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي هو الانتقال من التجميع إلى التصنيع وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة بالشركات التابعة وبالتعاون مع كبريات الشركات العالمية. المشروع القومي للصوامع أحد وأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة استنادا على مواصفات واشتراطات عالمية لمواجهة أزمات ومشكلات مواسم تخزين القمح. الشونة دي كانت خراب على الأمن، ترابية وكان نسبة الفائت فيها كتير جدا من 10 ل 15%. الصوامع اللي بتحافظ على الغله لدرجه ان هي بتخلي الفاقد بتاع الغله زيرو، مجهزه كليا وجزئيا للحفاظ على الاقماح، مربوطه بلوح شغاله الكتروني. مشروع زي ده فيه لا يقل عن 600 عامل، 600 عامل احنا بنفتح فرص عمل لاهالي المنطقه المجاوره. أحدث التكنولوجيا الموجودة في العالم مطبعة حاليا في الصوامع في مصر. دي لوحة التحكم اللي من خلالها بقدر أتحكم في المنظومة كلها. قد نصل بإذن الله تعالى إلى 4.2 مليون طن في 2020 بإذن الله تعالى. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الطبي السنوي التاسع لأمراض القلب بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية وبمشاركة الجمعية المصرية لأمراض القلب، والذي يستمر حتى 2 فبراير الجاري. ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية، فضلا عن كونه الملتقى أكبر للمؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة في مجال القلب والشرايين. مجهود كبير يبذله الشباب المتطوعون في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تم تدريبهم على إرشاد المواطنين لدى دخولهم البوابات وساحات المعرض وأروقته. المزيد نتابعه مع حضرتكم في سياق التقرير التالي. العمل في حدث بهذه الأهمية لمصر هو شيء مشرف وممتع حقا، هكذا وصفت سلمى زكي عملها كمتطوعة لمساعدة وإرشاد الزائرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا هنا لتاني سنة متطوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا السنة دي إن شاء الله مسؤولة عن مشرفة يعني عن قاعة 1 و2 و3 و4، المشرفة العامة. طبعا أنا تحتية 8 ليدرز، 8 ليدرز دول تحتهم كل واحد حوالي 20 متطوع، كل واحد بيبقى مسؤول عن قاعة، إن هو يرشد الناس وإن هو يحافظ على التنظيم بتاع القاعة ويحاول يوصل الناس للدور النشر اللي هو عايزها بأكتر طرق سهلة ممكنة في الحياة.
تقود سلمى فريق عمل يزيد عن 40 متطوعا منتشرون على البوابات وفي الساحات وأروقة المعرض. أنا متطوع، أنا مسؤول عن صالة واحد في تحت إيدي مجموعة من الشباب المتطوعين. إحنا السنة اللي فاتت كنا موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبصراحة التجربة نجحت ونالت إعجاب الناس، وبنحاول السنة دي إن شاء الله نكون جزء من المعرض ده، مكان جديد، نسخة 50. أتمنى إن شاء الله إن هي تكون نسخة مميزة بينا. أنا مشرف عام على مجموعة البوابات أو مجموعة الساحات. في كل بوابة متقسم عندها تيم بيكون حوالين الساحة اللي جنب البوابة بيرشدوا الزوار لداخل الصالات. هو أنا مسؤول بوابة 3، دي بوابة دخول في اي بي، تحتي 20 متطوع، أنا مسؤول عن توزيعهم ووقفهم في المكان الصح. 5000 شخص قاموا بملء استمارة التقديم للعمل كمتطوعين على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للكتاب، ثم تم تصفيتهم إلى 580 شاب وفتاة يقدمون الخدمة لزوار المعرض. هم بيفيدونا، بيعرفوك فين المكان اللي انت عايز تروح بالظبط، لأنه طبعا معرض كبير جدا، فانت هتروح فين في ده كله؟ اللي انت عايزه هتسأله هيدلوك هتروح فين. حاجة جميلة جدا ما شاء الله، يعني الشباب بيشجعوا بيخدموا الناس، وكفاية انهم موفرين من وقتهم وجايين من بلاد تانية مثلا ايا كان بعيد عن المعرض، وبيخدمونا برضو بيساعدونا، يعني كذا مكان عايزين نروح بيقولنا فين، واقفين بكل احترام وادب، شجعونا ان احنا نيجي المعرض حتى يوم تاني او كل سنة. من دخولنا من البوابة الناس كلها طبعا استقبال، واي حاجه عايزين نسال عليها في المعرض بنلاقي اجابه وافيه. كمان حبينا نروح قاعه الاطفال، سالنا الناس المتطوعين وصلونا قاعه الاطفال، حبينا ندخل على اي مكان بنسال الناس، والناس ما شاء الله معانا متعاونين جدا جدا. يعني اولا هم اللي بيعرضوا الخدمه علينا للمساعده، اول ما دخلنا تحت امركم يا فندم محتاجين ايه، نساعدكم ازاي، لو حابين اي كتاب على طول قال لنا على مكان الكتاب بالظبط. برضو الاطفال، اولا الاطفال كانوا جايين يعني واخدين فكرة غلط ورافضين الدخول، اتبسطوا وفرحوا ومش عاوزين كمان يخرجوا مننا. تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية أقامتها خصيصا لهذا الغرض وزارة الشباب والرياضة، كما قاموا بزيارة المعرض قبل افتتاحه لمعرفة الأجنحة والقاعات ودور النشر والتعامل المباشر مع الجمهور من أجل تقديم خدمة تطوعية تليق بمعرض القاهرة الدولي في يوبيله الذهبي. أنا متطوع. التطوع ثقافة تقدرها الأمم، والمتطوعون هنا يزينون وجه مصر. أنا متطوع. عندما تجد هذه الكلمة مكتوبة على أحد السترات التي تسير أمامك داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، فاعلم أنك بأمان بصحبة مجموعة من الشباب الذين يقودون تحركاتك ويدلونك على الأماكن التي تريدها داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50 أو يوبيله الذهبي. هذه المجموعة هي التي تبدأ معها زيارتك للمعرض، ولا تنسى أن تودعهم بعد انتهاء الزيارة. أنا متطوع من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد عبد الرازق، أكسترا نيوز. ليس بعيدا عن معرض الكتاب ينضم إلينا مراسل أكسترا نيوز إبراهيم عزت من هناك. إبراهيم، تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضل. أهلا بك آية، إقبال كبير وملحوظ في فعاليات معرض الكتاب اليوم الجمعة، يعني ربما يكون هو اليوم الأكثر إقبالا. نحن هنا نتحدث عن يعني راحة رسمية للموظفين وللأسر المصرية عموما الذين يعني يعملون في وظائف مختلفة هنا في هذه المنطقة التي يقام بها لأول مرة الإطلالة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاهرة الجديدة، مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. ربما الصورة أيضا تتحدث، فدعينا بكاميرا إكسترا نيوز على الهواء مباشرة زميلتي آية أن نستعرض معكم مشاهدين الكرام حول الإقبال الكبير الذي يشهد هذا المعرض في صباح هذا اليوم، ونحن نتحدث عن الساعات الأولى من فتح أبواب هذه القاعات للجمهور على أن تستمر حتى 9 مساء، وذلك بناء على يعني الإقبال الذي لوحظ خلال الأيام الماضية. فتم مد العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 9 من مساء
كل يوم. إذا تحدثنا أيضا زميلتي آية عن الفعاليات لهذا اليوم، وكما تعلمي أن جامعة الدول العربية بتشهد أو بتحل كضيف شرف هذه الإطلالة الذهبية الخمسين لمعرض الكتاب، ففي قاعة جامعة الدول العربية اليوم سيتم مناقشة تمكين المرأة بالمجالين الثقافي والإبداعي، وكذلك هناك قاعات أخرى ليست فقط يعني من يأتي إلى هنا يتجول في الساحات الكبرى وفي القاعات التي خصصت في هذا المعرض، ولكن أيضا هناك قاعات للشعر والمسرح وكذلك لمبادرات الشباب وركن خاص للفنون الشعبية. على أن يحب كل شخص المجال الذي يريده، المجال الثقافي بالطبع الذي يريده، يتوجه مباشرة يعني المكان المفضل له داخل هذه وداخل أروقة هذا المعرض. أخيرا إذا تحدثنا عن يعني الأعمار السنية، فهذا العام هناك اختلاف في الأعمار السنية زميلتي آية. الأسرة المصرية متكونة من الأب والأم وكذلك الأطفال، هناك لأول مرة جناح مخصص للأطفال في قاعة رقم 3 بيشهد ازدحام كبير وإقبال كبير من قبل الأطفال، وكذلك اللاعب العالمي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول يلتقي الأطفال هنا في جناح خاص ب يعني الماكيت الخاص، وهو يعني الحملة التي قادها الفترة الماضية للتوعية ضد التدخين والمخدرات، حملة لا للمخدرات. لذا يحظى اللاعب محمد صلاح باهتمام وبشغف الأطفال الذين يأتون إلى هنا إلى معرض الكتاب ويحرصون على زيارة هذا الجناح المخصص للأطفال في قاعة رقم 3. ربما على مدار اليوم نتابع معكم الجديد هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطلالته الخمسين. نحن نتحدث عن الدورة الخمسين في عام 1969 انطلق هذا المعرض، ولكن لأول مرة يقام هنا في منطقة القاهرة الجديدة. كان هناك تخوف أن هذه المنطقة ربما بعيدة، ربما بتؤثر بعض الشيء بالنسبة لي يعني مهتمي هذا المعرض، ولكن رأينا إقبال كبير، رأينا تسيير لوسائل المواصلات من الميادين الرئيسية تأتي إلى هنا. لذا ربما نجاح هذا المعرض يتحدث وتتحدث عنه الصورة في هذا الإقبال. هذا هو ما لدي في هذه التغطية الإخبارية، والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي آية بالاستوديو. زميلي المجتهد إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز، أنا بشكرك يا إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، حدثتنا من داخل معرض الكتاب. في شأن آخر، أشاد رئيس غرفة التجارة الفرنسية بمصر بالموقف الأمني فيها، مشيرا إلى عدم وجود أي مخاطر من هذا النوع أمام الاستثمارات الأجنبية، وأعرب في لقاء خاص مع إكسترا نيوز عن سعادته من توقيع أكثر من 32 مذكرة تفاهم بين رؤساء الشركات الفرنسية والحكومة المصرية في مجالات الصحة والكهرباء والاتصالات، ومؤكدا أن هذه الخطوة تعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا. أستطيع أن أخبرك أنه لا، ما من شك اليوم في أن الموقف الأمني مستقر 100%، ما من شك في أن له ليس هناك مخاطر أمام الاستثمار أمام أي أحد. أنا سعيد للغاية بأنني رأيت الكثير من الشركاء رؤساء الشركات الفرنسية الكبيرة على مستوى العالم يجلسون أمام وزراء مصريون ومستعدون للتوقيع واحدا تلو الآخر التزاماتهم من خلال عقود ومن خلال مذكرات تفاهم. أسماء كبيرة، ستيفان ريشار رئيس شركة أورنج، وغيوم بيبي رئيس إسانسيف وهي شركة خطوط حديدية، وغيرها من الأسماء الكبيرة التي أتت إلى مصر لإظهار اهتمام فرنسا في مصر. حوالي 30 مذكرة تفاهم أو 32 مذكرة تفاهم وقعت حتى الأمس ما بين الطرفين، وأعتقد أن الأمر ليس مقتصر على الأرقام فحسب. معالي السفير تمكن من تفعيل 50 اتفاقا على المائدة برغم ذلك، ومن واقع أولويات الدولة ومن واقع عنصر إدارة الوقت أعتقد أننا حققنا الكثير من النجاح، وسأعطيك بعض الأمثلة على هذا النوع من الاتفاقات. في مجال الصحة والمنتجات الدوائية هناك مذكرة تفاهم وعقد تم توقيعهما بالتعاون مع المؤسسة العسكرية
ووزارة الصحة في مجال الاتصالات أورنج عقدت الكثير من الالتزامات، وأعتقد أن هذا رائع لمصر من حيث التدريب وتيسير استخدام الانتقال إلى الحقبة الرقمية التكنولوجية الجديدة. كذلك شركة شنايدر عملت على كيفية توفير الكهرباء بشكل كامل للقرى المصرية في صعيد مصر وغيرها الكثير من المشروعات. وأنا سعيد وفخور للغاية بأن أرى وأشعر بأنني كما الآن أشعر أنني مصري اليوم بإظهار الاهتمام الفرنسي في مصر. وأشاد رئيس غرفة التجارة الفرنسية بما قامت به مصر من إجراءات للإصلاح الاقتصادي، ومؤكدا أن هذه الإجراءات عكست ثقة دولية كبيرة في الاقتصاد المصري. إصلاح الحكومة المصرية يساعد كثيرا في إعطاء مصداقية أكبر لمصر ولحكومتها، ويظهر أنهم ليسوا خائفين لإجراء الإصلاحات. الإصلاحات تكون مؤلمة في الكثير من الأحيان، ولكن في بعض الأحيان يجب أن تأخذ حقنة حتى تتحسن حالتك الصحية، بدلا من أن تخاف من أن تأخذ تلك الحقنة. الأمر مماثل، لنقل أن هناك سلع مدعومة مثل الوقود وغيرها أسعارها تزداد، ولكن ليس على نفس الدرجة للجميع. منذ عامين على سبيل المثال، من كان يقود سيارته ويستخدم بنزين وقود 95 سيدفع أكثر اليوم، ولكن بالشكل التدريجي ستأخذ هذه الإصلاحات وضعها، وهذا يعطي مصداقية لمصر. وفي هذا تأتي أهمية تقييم علاقة الجنيه المصرية بالدولار. وزارة الاستثمار قاموا بعمل نافذة واحدة، حيث تستطيع في يوم واحد إنهاء كل الإجراءات بدءا من التسجيل وحتى تخصيص الأراضي وكل شيء. السيادة الوزيرة سحر النصر ذكرت بالأمس أنه حتى إذا ما كانت هناك شركة قائمة تواجه أي نوع من المشكلات لتوجه لنا خطاب، ونحن سنتأكد من أنه في خلال فترة وجيزة للغاية سنرجع إليهم ونخبرهم ما هي توصياتنا لحل تلك المشكلة. والمستثمر السعيد لا شك سيكون حافزا لجلب مزيد من المستثمرين إلى مصر. أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع سفارات أستراليا، كندا، ونيوزيلندا وسنغافورة برنامج القيادات النسائية الشابة تحت عنوان هي تقود. ومن المخطط أن يعمل البرنامج الذي يستمر لعشرة أشهر على تدريب وتوجيه 26 طالبة مصرية في العامين الأخيرين الأخرى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في مصر. كما ستحضر القائدات الشابات دورات تدريبية وورشات عمل حول موضوعات تنمية القيادة تستضيفها مجموعة من السفارات بالقاهرة. مبادرة هي تقود تأتي بالتعاون مع مجموعة من السفارات هنا في مصر من أجل دعم القائدات الشابات، وذلك من خلال دعم مجموعة من الشابات المصريات. 25 فتاة من جامعة القاهرة ستشارك بالمبادرة كمجموعة أولى، كما سيتم تدريبهم ونقل الخبرات لهم حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى النجاح. وسندعم هؤلاء الشابات بالنصيحة وإعطائهم الدعم حتى يحققوا النجاح ويثقوا بأنفسهم. برعاية وزارة الشباب والرياضة بدأت فعاليات المنتدى الشبابي للتنمية المجتمعية والتي تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل. وأكد مسؤول المبادرة أنها تهدف إلى تدريب الشباب على التنمية الذاتية والمجتمعية، مشيرين إلى مشاركة عدد كبير من الجامعات في هذه المبادرة. هذا وتوفر وزارة الشباب والرياضة الأماكن اللازمة لعقد اجتماعات الشباب. ويديس إيجيبت هي مبادرة شبابية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، هدفنا الشباب والتنمية. اشتغلنا على إيه؟ اشتغلنا على المنتدى الشبابي للتنمية المجتمعية 2019. عبارة عن إيه المنتدى الشبابي للتنمية المجتمعية 2019؟ إحنا اخترنا محورين من محاور التنمية المستدامة 2030، التنمية الذاتية والتنمية المجتمعية. التنمية الذاتية هدفنا تأهيل الشباب، تأهيل الشباب عن طريق تدريبات هتتم فيها إيه؟ عن البيزنس بلان، عن التيم وورك، عن إزاي يطلعوا يعملوا ريسيرش للمشاكل. الهدف من كده إيه؟ الهدف اللي إحنا
بعد تدريب الشباب هيبدأ الشباب تشتغل بأفكار اللي احنا قلنا عليها ديت يطبقوها على المشاريع اللي موجودة والمشاكل الموجودة في المحافظات. متقسم ازاي؟ احنا متقسمين 7 اقاليم المصرية، في كل اقليم متجمع مجموعة من الجامعات المصرية. احنا متارجتين 32 جامعة مصرية على مستوى المحافظات، جامعات حكومية وجامعات منها الخاصة. الشباب جم بالفكرة بتاعتهم في وزارة الشباب، واحنا كعادتنا كوزارة الشباب ان احنا اي مبادرة شبابية احنا بندعمها. دول وزارة الشباب اساسا هنساعد الشباب ديت بوجود اماكن يعملوا فيهم اجتماعاتهم، ينفذوا فيهم اقامتهم، نستضيفهم في المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب مجانا. وده طبعا بيساعد جدا في المبادره انها تنفذ، ان الدعم المادي عاده بيكون احد عقبات في اي مبادره بتتنفذ. أعلن مسؤول أمريكي إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأضاف المسؤول الأمريكي إن هذا الإجراء جاء بناء على طلب من السلطة الفلسطينية لوقف مساعدات مشروعات وبرامج معينة كان يجرى بتمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية في الضفة الغربية وغزة. في لبنان أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، وذلك بعد نحو 9 أشهر من المفاوضات حول توزيع المناصب الوزارية. أوضحت الرئاسة أن الحكومة الجديدة تتكون من 30 وزيرا، بينهم 3 وزراء لحزب الله، كاشفة عن احتفاظ جبران باسيل بمنصب وزير الخارجية. وفي مؤتمر صحفي عقب إعلان تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ومنوها أن وقت العلاج علاج المشكلات بالمسكنات قد انتهى على حد تعبيره. بينتهي الأسبوع الأول من شهر 9 على تأليف الحكومة، مدة طويلة كتير تنذكر ولا تنعاد إن شاء الله. المهم انه وصلنا لتشكيل حكومة على صورة لبنان 2019، والواجب بيقضي بداية بعد شكر فخامة الرئيس على ثقته والتأكيد انه باقي معه فريق واحد وقلب واحد لخدمة البلد. الواجب يقضي الاعتذار من كل اللبنانيين على التأخير، خصوصا من الشباب والصبايا يلي ناطرين باب ضو لتصحيح الأوضاع. يمكن ما كان في شيء بيستدعي كل هالتأخير، لأنه فعلا في كتير قضايا وملفات أهم من الحصص وتوزيع الحقائب. لهالسبب بهمني أكد من أول الطريق أنه المهم اعتبارا من اليوم كيف تشتغل الحكومة، وكيف يكون في تعاون وتضامن بمجلس الوزراء لنكون خلية عمل متجانسة. نحن أمام تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية وإدارية وخدماتية، غير التحديات يلي منعرفها عن الأوضاع بالمنطقة والوضع على الحدود والتهديدات الإسرائيلية. هذا بيعني أنه التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لنكون بمستوى التحدي ولتنجح الحكومة بتجاوز هالمرحلة. أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانية حسن مراد إن الحكومة الجديدة ستعمل من أول يوم لتعويض التأخير الذي حدث أثناء تشكيلها. وقال في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إن وزارته ستبدأ فورا مفاوضات مع مصر وسوريا من أجل عقد صفقات تجارية. التأخير أصبح وراء ظهرنا ولا يوجد أي عقبات. نؤكد على واجب العمل مستمعين، وسنعمل جاهدين على تحقيق أمان اللبنانيين، وكما قال سنعتذر من الشعب اللبناني على هذا التأخير ونبدأ العمل من اليوم الأول لاجتماع مجلس الوزراء. المهمة بدأت من اليوم من أجل لبنان ومن أجل الاقتصاد اللبناني. فيما يتعلق بالحقيبة الوزارية كوزير دولة لشؤون التجارة الخارجية،
لدينا مهمة كبيرة، والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد للعمل على تصدير المنتجات الغذائية اللبنانية إلى كل العالم، وبدون أدنى شك سوف نبدأ بمصر وسوريا ونتوجه إلى كل العالم من أجل العمل على تصدير منتجاتنا المنتوجات الزراعية والغذائية. يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة مرت بمحطات عدة حتى ترى النور وسط تراقب داخلي وخارجي. نتابع. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة اللبنانية ومهنئا رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب أبو الغيط في بيان له عن تقديره للدور الذي لعبه الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي. وبعيدا عن لبنان، أعلنت الحكومة المغربية تسجيل 5 حالات وفاة بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1 داخل مستشفيات عامة وخاصة. وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي إن الوزارة ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية، وأضاف أن هذا النوع من الإنفلونزا ينتقل من شخص لآخر وأنها أصبحت أقل خطر منذ عام 2011. أما في تونس ففتحت السلطات هناك تحقيقا في الحسابات البنكية لحزب حركة النهضة للتأكد من مصادر تمويل هذا الحزب وقياداته والناشطين فيها في ظل احتمال تلقيه تمويلات مشبوهة من الخارج. وبحسب وثيقة مسربة فقد وجه محافظ البنك المركزي مراسلة لكل البنوك التونسية طلب فيها معلومات مفصلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم الحركة وعدد من الأشخاص من بينهم قيادات بالحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات وهي أعلى سلطة رقابية مالية في البلاد.
طلب قاض بريطاني أمام هيئة المحلفين بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعي عليهم في قضية بنك باركليز. واتهم القاضي 4 من كبار مسؤولي بنك باركليز السابقين بارتكابهم جرائم الكذب والاحتيال والتزوير أثناء سعيهم للوصول إلى حلول عاجلة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ البنوك المتعثرة عدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008، موضحا أن المتهمين قاموا بعقد صفقات مزائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر. في المشهد اليمني كشفت مصادر سياسية في صنعاء أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مع قيادات ميليشيات الحوثي لم تخرج بأي نتائج جديدة. وضحت المصادر أن جميع لقاءات جريفيث مع القيادات الحوثية تضمنت في مجملها رفض الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة، ومشيرة إلى أن الميليشيات رفضت تنفيذ الانسحاب وفق ما تطرحه الحكومة اليمنية والتحالف العربية، مشترطة تسلم عناصرها مسؤولية الأمن في المدينة وموانئها. أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن رئيس فريق المراقبين إلى اليمن باتريك كاميرت لم يستقيل، بل أن هذا هو انتهاء لمهمته في اليمن، ويعود إلى انتهاء فترة عمله المقررة مسبقا والتي وصلت إلى شهر واحد. وقال المتحدث الأممي أن كاميرت سيغادر في الأيام الأولى من فبراير تزامنا مع قدوم بديله الدنماركي مايكل لويسغارد الذي عينته الأمم المتحدة بشكل رسمي في وقت سابق أمس. وإلى آخر تطورات الملف السوري، حيث رجحت قناة NBC الأمريكية أن يقدم دونالد ترامب على تغيير أو أن يقدم دونالد ترامب على تغيير خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا. وأضافت القناة أن ترامب قد يقرر إبقاء قوات بلاده في قاعدة التنفة الواقع على تقاطع الحدود بين سوريا العراق والأردن. وتشهد أوساط الإدارة الأمريكية مناقشات حول ما إذا كان يجب أن يترك الجيش الأمريكي هذه القاعدة، حيث يعارض جون بولتون مستشار ترامب لشؤون الأمن القومية مغادرة القاعدة المذكورة. أيد أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي التعديل الذي طرحه زعيم الجمهوريين ماتش ماكونيل، والذي يتحدى خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من سوريا وأفغانستان. وخلال التصويت الأولي في مجلس الشيوخ نال التعديل تأييد نحو 68 عضو مقابل رفض نحو 23 آخرين.
ويقول التعديل إن سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان سيتيح للإرهابيين إمكانية إعادة الانتشار وزعزعة استقرار مناطق ذات أهمية حيوية، إضافة إلى أنه سيخلق فراغا قد تملأه إيران وروسيا، ما سينعكس سلبيا على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. Also known as the Democratic Politician Protection Act. Speaker Pelosi and her colleagues are advertising it as a package of urgent measures to save American democracy. What it really seems to be is a package of urgent measures to rewrite the rules of American politics for the exclusive benefit of the Democratic Party. Yesterday I gave a brief tour through several of the most من سوريا إلى العراق، حيث عزز الجيش العراقي من وجوده على الحدود مع سوريا خشية لتسلل المسلحين من تنظيم داعش الإرهابي لهناك، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وقالت تقارير أمريكية إن أفراد عناصر تنظيم داعش لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود في محاولة للنجاة في ظل تضييق الخناق عليهم، وتخشى بغداد من محاولة المتطرفين المتبقيين في سوريا التسلل عبر الحدود والتي تقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود. وإلى الملف الأوروبي، حيث أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دي لاتر إن بلاده تعد مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن يهدف إلى تعزيز الإجراءات لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. وقال الدبلوماسي الفرنسي إن على المجتمع الدولي أن يتطور يتناسب بشكل أفضل مع هذه التهديدات والتي يشكلها تمويل الإرهاب. بدورهم أشار دبلوماسيون أن مشروع القرار قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية. اتهمت أوكسفام و53 منظمة أخرى حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في كارثة المهاجرين الساعين للعبور من ليبيا إلى إيطاليا. وقالت إن أكثر من 5300 شخص لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط في السنتين الماضيتين. ودعت المنظمات في رسالة مفتوحة الحكومات الأوروبية إلى دعم عمليات الإنقاذ والتوقف عن إعادة مهاجرين إلى ليبيا، حيث أشارت إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة. اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة تزويد صواريخ توماهوك برؤوس نووية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي راباكوف إن بلاده لا يمكنها أن
تبعد الطرف عن احتمالية حدوث أسوأ سيناريو، وهو تزويد الولايات المتحدة لهذه الصواريخ برؤوس نووية. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الخارجية مايك بومبيو يعتزم الإعلان عن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق اليوم. أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن وزراء خارجية الدول الأعضاء قرروا خلال اجتماعهم غير الرسمي في بوخارست تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا، وكان البرلمان الأوروبي قد صدق على قرار يدعو الدول الأوروبية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا. الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا تأخذ مؤخرا منحنى الصراع السياسي بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، على الرغم من أداء نيكولاس مادورو اليمين في 10 يناير إذانا ببدء ولاية رئاسية ثانية له عقب فوزه في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة. الولايات المتحدة كانت أول من سارع بالاعتراف بالشاب غوايدو رئيسا لفنزويلا، تبعها في ذلك عدد من دول أمريكا اللاتينية، خاصة تلك التي تضررت من هروب عشرات الألوف من مواطني فنزويلا إليها هربا من الفقر والجوع في بلادهم. التحرك الأمريكي لانتزاع شرعية دولية لغوايدو يصطدم بتمسك روسيا بحليفها نيكولاس مادورو، حيث تستطيع الأخيرة ومن خلال حق الفيتو إفشال محاولات واشنطن في هذا الصدد. الاتحاد الأوروبي ناور قبل الاعتراف برئاسة زعيم المعارضة خوان غوايدو، حيث اشترط على الرئيس مادورو الدعوة لانتخابات جديدة في خلال 8 أيام، وهي الدعوة التي قوبلت بالرفض والتجاهل من قبل كاراكاس. داخل فنزويلا ما يزال مادورو متمتعا بدعم غير مشروط من الجيش والمحكمة العليا التي قررت تجميد أرصدة زعيم المعارضة ومنعه من السفر، والتي كانت قد أبطلت في وقت سابق شرعية الجمعية العمومية نفسها. رهان نيكولاس مادورو على الدعم الروسي وعدم رغبة واشنطن في التورط بشكل مباشر لتغيير الأوضاع في الدولة الغنية بثرواتها الطبيعية وخاصة النفط، كلها عوامل تجعل حظوظ تلميذ هوغو تشافيز وخليفته أقوى من خصمه، في وقت وصل التضخم في البلاد إلى 10 ملايين% مع بداية هذا العام بحسب تقارير البنك الدولي. آخر التطورات في فنزويلا إلى تذكير بعناوين النشرة. مدبولي يؤكد تطلع مصر للتعاون مع الأمم المتحدة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي. الوكالة الأمريكية للتنمية أوقفت مساعدتها في الضفة وغزة. موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تزويد صواريخ توماهوك برؤوس نووية. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.